هل نحن بحاجة لمعرفة مقاصد الشريعة وتطبيقاتها على الأرض أم مقاصد الإسلام نفسه؟ ولو فعلنا هل سنكشف أنها عالجت مشاكل الناس وأخرجت لنا شعوبا متعاونة لها وزنها بين بقية الأمم؟ ولماذا لا يحق لنا انتقاد الشريعة ولا الإسلام؟ والأهم، لماذا الكل يتبرأ من المسؤولية ويحمل الله والرسول كل المسؤولية عما يفعلون؟ كما رأيتم أصدقائي، هنالك شعب يريد تطبيق الشريعة. في هذه الأسئلة التي قدمتها حاولت أن أسلط الضوء على مشاكل كثيرة تتعلق بمسألة الشريعة وما هي حقيقة الموضوع. في الأسئلة التي قدمتها في البداية سأجيب عليها في القسم الأول من الحلقة، وفي القسم الثاني منها سأحاول أن أتحدث عن خرافة اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع في الدساتير العربية والإسلامية، فكونوا معي. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته. أنا ومثل كثيرين أعتبر نفسي ابن القرن الحادي والعشرين، وعليه فأنا أنتظر من الجميع أو الإطار أو العالم الذي أعيش فيه أو الجماعة التي أعيش ضمنها أو الدولة أن تقدم لي ما يتناسب مع هذا الواقع، مع الزمن الذي أعيش فيه ومتطلباته وشروطه ومواصفاته، وإلا فأنني سأكون عضوا أو جزءا من منظومة غير جزءا غير متناسق مع الحال الذي نحن فيه. وعليه عندما يأتي كلام عن موضوع الشريعة، الكل يهتف ويقول أنها الشريعة مسألة إلزامية، وواضح أنه نحن مخاضعون للشرط الاجتماعي والشرط يعني الذي يجبرنا على التأييد هذا الأمر، ولكن نغض النظر عن رأينا الصريح والحر عن هذا الموضوع. وهذا هو هذا الحال مستمر، ليس الآن إنما مستمر منذ قرنين تقريبا من الزمن، عندما بدأ سؤال الحداثة والتغيير والتجديد والتطوير. اللي حدث إن نحن بعد قرنين من الزمن تقريبا، بعد صدمة الحداثة العربية منذ غزو نابليون لمصر، وهي هاي لحظة الاصطدام مع الغرب الكبيرة. هذه اللحظة لحد الآن نحن يعني نتطاوح، وحالتنا رجراجة، وبين أن نندرج ضمن ما يجري في العالم بأكمله أو نرفض وندعي ويعني نحوقل ونشوقل ونقول نحن مختلفون، ولنا نحن جنس مختلف، ونحن لنا دين خاص ومختلف تماما و لكن بالنتيجة احنا باقين في نفس الدوامة. بالتالي انا وكل واحد في مكاني يعيش في هذا الزمن العربي الإسلامي وفرض عليه هذا الزمن، عليه أن يتساءل ماذا قدم لي الإسلام الموروث الذي يهيمن على تقريبا نسبة لا تحصى من حياتنا وكل شؤونها. ومن هنا أبدأ بسؤال، ماذا تقدم لي الشريعة حقا؟ لابد أن نحترم الشريعة ونحترم أنها لها تاريخ عريق وطويل وقائم على يعني جهود آلاف من العلماء الدين وكثير من المفكرين أيضا اشتركوا بها ومثقفين. لكن الآن ماذا تقدم لي؟ السؤال هو المسألة راهنة، وليست مسألة أنه أنا أدي عاطفة لهذه الشريعة وأن هنالك التزامات وما إلى ذلك. نحن الآن بصدد مناقشة ما نحن فيه،
أسأل ما لا تعلمني هذه الشريعة؟ هل تعلمني كيف أصلي وأصوم مثلا؟ وإذا علمتني هذا الشيء فهل أنا بحاجة لهذا الموضوع فعلا الآن في هذه اللحظة وفي المستقبل؟ هل أنا سأواجه المستقبل بمعرفتي بفرائض الصوم والصلاة وأيضا إبداء كل علامات الولاء والطاعة لولي الأمر؟ هذا السؤال مهم، ليش ما نجاوب عليه؟ هل هو هذا أقصى ما تقدمه للشريعة؟ وعندما يقال ربما يقول أنت عندما تقوم بهذا الشيء ستدخل الجنة، هذا منطق سليم يعني أنه سأدخل الجنة بعد موتي؟ هذا منطق سليم ممكن أن يكون مقنع لأي إنسان متوسط الثقافة وليس بسيط متقدم أو بطيء يعني أو بسيط، لا هذا لا يمكن أن يكون مقنعا. وحتى لو قلنا مثلا أن هذه المسألة هي جزء من الدين لا بأس، وليس كل الدين أن الشريعة أكبر من هذا، فسنقبل بهذا الأمر. عندها سأتساءل ماذا يقدم لي بقية الدين؟ هل يقدم لي ما يحميني ويحفظ حقوقي؟ هل يقدم لي إحساسا بالانتماء ويمنحني هوية خاصة بي، أم هوية عامة يعني أصير يعني جزء من عجينة الجماعة وعجينة المسلمين التي لا ملامح لها؟ هذه كلها حتى لو افترضنا هذا الشيء مهمة وتعبر عن هويتي وانتمائي إلى جماعة من الناس لا بأس، لكن هذه ليست ميزة، هذه ممكن يقدمها لي الآن قدم لها لجهات أخرى أهم بكثير من هذا، من ما يقدم لي الدين ومن يمثل الدين. بل بعشرات المرات أنا أستطيع أن أحصل وأفوز بهويتي وأفوز بإحساسي بالانتماء إلى جماعة تمنحني كل الحقوق، كما يحصل الآن هنالك أناس يهجرون بلدانهم ويتجهون إلى أوروبا حيث الهوية التي تمنح لهم بعد 5 سنوات بعد فترة من الزمن ويكسبون كل الحقوق. هل يستطيع الإسلام الذي يتحدث عنه هؤلاء أن يمنحهم مثل هذه الحقوق؟ هم قادة المسلمين نفسهم مستثمرين لهذا الموضوع، وبل يقلدون الغرب في يحاولون أن يدعون بأن إسلامهم هو حديث وأنه إسلامهم منسجم مع العصر وليس هنالك أي خلاف معه، بالحقيقة هم عكس هذا تماما. قد يقول أحدهم من أنت حتى تجادل في مثل هذه الأمور، أنت يعني شخص لست جديرا بهذا الأمر. وسأقول حينئذ ومن قال أن من يقول هذا الكلام بحقي هو جدير بأن يتحدث بهذا الأمر؟ لا أحد جدير بالحديث في أي موضوع، كلنا جديرون بالحديث عن أي قضية ومهما كانت الاختلافات. يعني حتى لو كان مثلا الآن قرضاوي أو شخص من مستوى ديني كبير أو مستوى سياسي أو معرفي، فلنا جميعا حقا متساويا في الحديث عن أي موضوع. هاي مسألة لا يمكن أن تقتصر أن يجري اختزالها على بضعة أشخاص. فبالتالي من يتحدث بهذه الطريقة هو إنسان سيء وإنسان سيء الطوية، وأيضا يحاول أن يرفع حواجز بين الأفراد وينشئ طبقية معرفية وطبقية إنسانية. يجب أن نأنف من كل من يفعل هذا. وحتى لو افترضنا أن هذا الكلام صحيح، أن هنالك من هو جدير بالحديث عن الدين وعن القضايا الفكرية والعامة أيضا، فبالتالي من يعني حتى هؤلاء الذين يفترض أو يقال بأنهم جديرون بالحديث عن هذا الموضوع من كبار الشخصيات والذين يدعون أنهم راجحي العقل وخاصة من كبار الأئمة والشيوخ، فالأحداث التي نمر بها والرزايا والمشاكل والكوارث التي تمر بها شعوبنا هم هؤلاء هم المسؤولين عنها. فهل هذا يثبت بأنهم راجحوا العقل وجديرون بالثقة أو بأن نقصر الحديث عليهم فقط؟ هؤلاء بالعكس، إنه لا أحد الآن من الكبار له حق أن يدعي بأنه له رأي سديد، لأن كل الشواهد التاريخية تثبت بأنهم عمرهم ما كان لديهم رأي سديد.
بالعكس حتى يعني حتى الكبار الحكام حتى لا يجدون كتابة جملة مفيدة، هنالك من يكتبها له حتى حين يقرأها بلفظ مخطوط. وهنا أتساءل عن موضوع الشريعة ومقاصد الشريعة، أسأل من وضع هذه الشريعة أصلا، ولماذا نريد أن نتناسى أو ننسى الجواب على هذا السؤال، ومن الذي يرغمنا على نسيانه؟ الجواب هو السلطة التي تقبض على أرواح الملايين من الناس باسم الشريعة. الشريعة ليست نازلة من السماء ويجب أن يجيبون على هذا السؤال. الشريعة لم تنزل من السماء، إنما صنعها عشرات الفقهاء وقالوا هذا رأينا استنبطناها من الحديث وفرضوا الحديث والقرآن والكتاب واعتبرها أصل من أصول الشريعة والفقه وما إلى ذلك، وركبوا هذه الخبطة وبعد ذلك أنتجوا لنا دينا اسمه الدين الإسلامي. بهذه المسألة لن تكون موجودة في فترة الإسلام المبكر. يجب أن نوضح الأمور للناس. الناس الآن تؤمن لا تؤمن بالدين الأصلي الذي في القرن الأول، الدين الذي منذ ألف سنة لحد هذه اللحظة دين مختلف إلى حد بعيد عن الدين الذي ظهر في مكة حسب الرواية الإسلامية، وهذا مسألة لا تقبل الشك. حتى الآن أنا أعتقد حتى الصحابة عندما يأتون وحسب الرواية الإسلامية ويأتون يرون الإسلام في القرن الرابع أو الثالث أو الخامس أو السابع يستغربون، يقولون هل هذا هو الإسلام الذي نحن انطلقنا منه؟ فعلينا أن نفهم أن الأمور ليست بهذه الطريقة. هذا دليل على أن الشريعة تم وضعها وتداخلت فيها مصالح جماعات وشعوب وسلطات وحكام، واختلطت وانعجنت في بأتون آلاف التفاصيل حتى أنتجت لنا ما نسميه الدين الإسلامي. علينا أن نقر بهذه الحقيقة ونتواضع ونخفف من هذا الغلواء، هذه الغلواء التي تصور لنا بأن هذا الدين كامل وصحيح ومئة بالمئة. هذا كلام غير صحيح، لكن كان ضروري لأنه حتى الإنسان حتى الناس لا يتشتتون ويجتمعون على رأي واحد. وبالحقيقة احنا حتى هذه ما دبرناها، واحنا في كل سنة وكل عقد لدينا عشرات الحروب والتصادمات فيما بيننا ونحن متشتتون، يعني منذ يوم السقيفة حتى هذه اللحظة إلى عشرات الفرق والمذاهب وفروع المذاهب والأئمة والشيوخ والتكايا والأشكال مختلفة من الانقسامات، ومع هذا يقول لك نحن نوحد الله والله واحد، لكن هي ودعوتنا دعوة التوحيد ولكننا جميعا متفرقون. حتى الإنسان بينه وبين نفسه هو ينافق نفسه أحيانا حتى يحاول أن ينسجم مع الواقع الذي يفرض عليه، وهذا الواقع هو اللي جعلنا الآن نعيش في حالة هلامية. لا هي نحن نعيش في الزمن المعاصر ولا نحن نعيش في القرون الوسطى. نحن بالحقيقة كما أرى كما كل الثوابت تشهد على هذا، نحن ما زلنا بلدان بلا دول حقيقية، بلدان ما زالت تحكم بطريقة الدولة العثمانية، ما زلنا ناس يعني نفس النسق العثماني بالتفكير والتصرف والحكم ما زال موجود، رغم أن هذا الأصل اللي السلطنة العثمانية هاي السلطنة الغاشمة اللي استولت على بلدان العربية 400 سنة تقريبا بدون أن تترك أي شيء، دمرت كل شيء ولم شيء عجيب، ما أعرف كيف استمرت 400 سنة تسيطر على الناس وما زال هنالك من يؤمن بهذه الدولة. لا أفهم بصراحة. مبدئيا الشريعة أو أي تسمية مقاربة لها هي مسألة يعني لابد أن نقول بأنها يعني لا شك في أهميتها القصوى، لابد أن هاي مصالح الناس وعلاقاتهم ومعاملاتهم ويعني أحوالهم الشخصية هاي كلها تتولى أمرها الشريعة، وكانت في وقتها أدت الغرض منها. لكن الآن عندما تأتي وتقول أنها تنطبق على واقعنا الحالي فهذا إما كاذب أو جاهل أو خائف، يعني وتبر مهم بالنهاية ليس على صواب على الإطلاق، لأنه كل زمن إلى شرطة وإلى وضعة. أما الدعاء بأن الشريعة تنطبق على كل زمان فهذا الدعاء يعني كان ضروري،
لكن مو احنا نجي الان نصدقه، كان ضروري في وقته على مدى قرن قرنين نقول هاي الشريعه وهذا القانون يجب ان لا يتغير. اي امه من الامم، اي شعب من الشعوب دائما يضع الدستور او يضع القانون او يضع الشريعه ويقول هذه مساله مقدسه او مساله لا تمس، ولا والشعب او جماعه اي جماعه بشريه تتفق على سقف يعني يلعب الجميع تحته ولا يجوز تجاوز هذا السقف، يضع هذا التابو حتى المنطقة الصراع دائما تبقى محصورة ومفهومة ولا تتجاوز الحدود المرسومة لها. الحد هذا احنا ندعي نقول عليه مقدس، نقول انه حق الله، نقول انها شريعة مقدسة صالحة لكل زمان ومكان. لكننا بعد ذلك عندما تمضي القرون يجب علينا ان نفهم المسألة، نفهم الشرط الذي وضع، ونفهم الحالة يعني وناس يفكرون بطريقة سليمة، لا أن نستثمر هذا السكون والركود وفرض الأمر الواقع على الجميع، أن نستثمر يعني الطبقات المهيمنة تستثمر وتحاول أن تمد من عمره بأكبر أو أبعد فترة زمنية. طبعا هنالك من يأتي ويقول إحنا يعني أن يجب تطبيق الشريعة، أو أن كل من يتحدث ضد الشريعة هو إنسان يحرض على الفوضى ونشر الفتن. أنا أقول لك كلا، لا يوجد هذا الكلام، كلام من قبل إنسان لئيم وخبيث، وفي أحسن الأحوال هو إنسان جاهل وببغاء غبي. لماذا؟ لأن الحديث هو أصلا، أنا أقول لك أن الحديث ضد الشريعة غير مقبول، لست أنت الذي تقول، أنا أقول لك الحديث ضد الشريعة وضد القانون وضد الدستور أمر غير مقبول. ولكن لماذا تقال هكذا؟ يعني لماذا تقول أنت تتحدث ضد الشريعة دون أي تحديد؟ هنا تكمن اللعبة اللئيمة التي يلعبها تقريبا الجميع في مع الشريعة، مع فكرة الشريعة. يجب قبلها أن نحدد ماذا نعني بالشريعة. أنت تقول أنت ضد الشريعة، أي شريعة؟ ماذا أي شريعة تعني؟ بعدها نسأل من وضع هذه الشريعة ومتى. وحين نعرف السؤالين الأولين، يعني السؤال ما هي الشريعة وما هو زمنها ومن وضعها، عند ذلك سنفهم الحقيقة. يعني عندما يجب أن نسأل بعد ذلك ما هو الفرق بين هذه الشريعة وما قبلها وما بعدها. فهذه كل عندما نجيب على كل هذه الأسئلة نفهم الموضوع بطريقة رصينة وهادئة وتهدف إلى الخروج بنتيجة حاسمة، وليس أن نتصارع وندخل في مناظرات ومحاضرات وخلافات نتحارب فيما بينك كما تتحارب الديكة فيما بينها والثيران. اليوم أكو واحد بالتعليقات يكتب لي تعالى هل تناظر فلان أو فلان، لماذا أناظره؟ أنا لا أناظر، أنا أحاور، أنا أدخل في حوار، أناقش الناس، لكن ليس أن ندخل في مناظرات. نحن لسنا في سباق ولسنا في حلبة للقتال ضد بعضنا البعض، نحن لدينا يعني هم إنساني مشترك نحاول أن نصل إلى ما هو في صالح الجميع، ليس أكثر من هذا. بناء على هذه الأسئلة علينا أن نسأل، نأخذ تجربة، نقول من هذه الشريعة مثلا لكل أمم وشعوب لديها شرائع ودساتير ويعني تسميات مختلفة للمضمون نفسه تدير به شؤونها. فخلينا نقرأ مثلا، نأخذ مثلا الشعب الأمريكي ونشوف دستورهم وديباجة هذا الدستور، لأنه كما نعرف أنه كل شريعة هنالك ديباجة أو أهداف لهذه الشريعة، أو ما سمي في ما سمي بمقاصد الشريعة، واللي قدمت عرض كامل عنها يوم أمس في حلقة مفصلة عن هذا الموضوع وإشكالياته المختلفة. خلنا نسمع الموضوع الشريعة الأمريكية كيف عرفت نفسها ولماذا تم وضع هذا الدستور الشامل الخاص بالشعب الأمريكي.
خلونا نطلع على ديباجة دستور الولايات المتحدة حتى نفهم الموضوع. هذا الديباجة الأساسية مالته كما ترون هي: نحن شعب الولايات المتحدة رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالا وإقامة العدالة وضمان الاستقرار الداخلي وتوفير سبل الدفاع المشترك وتعزيز الصالح العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة. نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية. هذا الديباجة كتبت سنة 1778، يعني نحو قرنين ونصف من الآن. لن نجد فيها أي كلمة إلهية أو كلمة دينية، لا وجود لإله ولا للسلطة الإلهية في هذا الأمر. هنالك روح عامة في هذه الديباجة هي روح الشعب وإرادة الشعب، لا وجود لأي شيء آخر. طبعا هي مستلة من هذا النص الدستور الأمريكي بالمناسبة، وكله من خلال جماعة من خلال أفكار جون لوك وأيضا جان جاك روسو. المهم هذا الشيء يجب أن ننتبه له، وحتى نعرف مدى البون الشاسع بين فكرة الشريعة التي تقوم ليس على وحدة الأمة ولا على سلطة الأمة، إنما على السلطة الإلهية. هذا فرق هائل وكبير يجب أن نلتفت له. كما رأيتم شفتوا يعني ديباجة الدستور الأمريكي ديباجة ما لها علاقة لا بالآلهة ولا بالأديان، وهذا لا يعني بأننا يعني هم أفضل منا ونحن أفضل منهم لأنهم اتبعوا هذا المسار، لا، لأنه هذا الدستور يراعي مصالح الناس ويتحدث عن مصالحهم وقضاياهم ويعلن نفسه مسؤولا عن توفير خدمات وحقوق الجميع. لكن الشريعة الإسلامية لا توفر هذا الشيء. لماذا؟ ليس العيب في الشريعة الإسلامية، إنما لأنها نتاج عصر مضى بعيد جدا، 1400 عام 1500 عام، أو هو عندما تأسست الشريعة كانت بحدود يعني 300 أو 1000 ميلادي، يعني بحدود 1000 سنة هذه الشريعة باقية كما هي ويدعون أنها صالحة لكل زمان ومكان. فبالتالي هذه الشريعة يعني بنت عصرها. على كل حال أنتوا لاحظوا أن الشعب الأمريكي، إذا قارنا الشعب الأمريكي من أكثر الشعوب تدينا، وهذا مسألة معروفة، يعني ليسنا إلا قلة من الناس يعرفون هذه الحقيقة، خاصة ممن يحاولون أن يدعون أو ينافحون أو يكافحون العالم الغربي الآخر. الآن راح نتناول موضوع خرافة القسم الثاني من الفيديو أو الحلقة، هو خرافة اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع بالدستور. هذا المسألة انتشرت في عالمنا العربي والإسلامي، والكل نطالب بأن تكون الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع في الدساتير. أولا لابد أن نسأل ما هي علاقة الدستور بالشريعة. الدستور هو نظام حديث إجباري، ربما يعني لابد لكل دولة أن تضع لها دستورا لكي يجري الاعتراف بها، يعني باعتبارها دولة لها وجود لها السيادة ولها حدود ولها قوانين ولها يعني هذا مسألة أساسية، وإلا كيف تتعامل معها بقية دول العالم؟ أو يعني مثلا بريطانيا ما عندهم دستور لكن عندهم ما يناظر هذا المسألة، فبالتالي عندما تعامل مع الدول العالم الأخرى أو تصير علاقات بينية فيما بينهم ما بين دولة وأخرى يجري على أساس وجود حدود وكما قلت شعب ووطن وأيضا هنالك سيادة وكل ما يتطلب وجود الدولة، وهذه الدولة لم تكن بهذا النمط في العصور القديمة، العصور التي ظهرت فيها الشريعة لم تكن هنالك حدود ولا مواطنة ولا شعب، وهاي الأفكار كلها أفكار جديدة هي اللي تشكل الدولة الحديثة، بمعنى أنه الدولة لا توجد دولة بالمعنى القديم، لا يعني سابقا ما كان أكو دولة، كانت أكو ممالك إمبراطوريات يعني سلطنات وما إلى ذلك، لكن كدولة حديثة لها سيادة ولها حدود ولها قانون ولها دستور، هذه مسألة لم تكن موجودة. وحتى إذا قلنا كان أكو قضاء وكو يعني تفاصيل بيت المال وما ذلك، هاي كلها مسائل لم تكن على صلة بالسلطة الحاكمة. القضاء كان له علاقة بالمجتمع وليس لا يعني صحيح هو يشرف على الحاكم لكنها لم يكن
ضمن صحيح مؤسسات موجودة لكن لم تشكل في مجموعة دولة بمعنى الحديث. الدولة الحديثة أيضا من ضمن شروطها وجود إنسان داخل هذا، لأنه كيف تبني أو تنشئ دولة بدون إنسان؟ الإنسان والإنسان الحر وليس الإنسان عبد، لا وجود لدولة حديثة فيها عبيد. فالزين إذا هي الشريعة مالتنا كلها عبيد، يعني هي أصلا هي قائمة على فكرة العبودية، أنه واحدة من مقاصد الشريعة إثبات أنه الإنسان هو عبد، وهذا العبد عليه واجبات، هو خليفة، هو مكلف، شخص مكلف، يعني هو يعني واحد مسوي له عقد، وإحنا نعطيك عقد أنه تجي تنزل كرة أرضية وتعيش بها فترة محددة، وعليك أن تؤدي كذا كذا كذا، 1 2 3 4، هاي شغلتك، لا تناقش ولا تجادل، وإلا قمنا عليك الحد وقطعنا رأسك ومن قدام خلاف. وها هي هكذا تنظر الشريعة للإنسان بشكل عام، تعتبره أما كافر أو مسلم، وهذا الكافر هو ألي حقوق عليه جزية إذا كان من كتابي، وما يعني هي هاي الشريعة. فالدولة الحديثة هي دولة قانون ودولة سيادة ودولة شعب وحدود وما إلى ذلك، وأيضا دولة حقوق وواجبات. بالتالي لا يجوز أن فكرة الساذجة هاي التي أو الفرية أو الكذبة التي يتحدثون فيها، أنه يتحدثون بأن يجب أن تكون يجب أن تكون الشريعة هي مصدر من مصادر الدستور، أو يعني المصادر يعني مصادر دستور الدولة، أو المصدر الوحيد أو المصدر، وبين أهل التعريف نكرة أو تعريف، مصدر من مصادر أو مصدر المصدر حسب الدستور المصري. وهنا ألخص القول وأقول هذا أمر غير ممكن، لا يمكن أن نصدق بخرافة المطالبات بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور، هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن هذا الشيء وذاك الشيء مختلف تماما، لا يقترنان فيما بينهم. وحتى لو حصل هذا الأمر أنه وضعنا جعلنا من الشريعة مصدر من مصادر أو المصدر الوحيد للشريعة أو ما لا يخالف الشريعة، فهذا الأمر لن يحصل إلا باتجاه واحد. وهو معناه ما هو معناه؟ معناه هو أن يكون الدستور نفسه هو مصدر مصادر الشريعة وليس العكس. هي هاي الكذبة التي يلعب عليها الإسلاميين ويقولون بأن لا، إحنا نقر بوجود دستور، ولكن هذا الدستور يجب أن يعتبر الشريعة هي مصدر الأساسي المصادر التشريع. فماذا فعلنا؟ هي بالحقيقة هو يعني هو أنت كأنه مثل واحد تضع داخل شيء بالشيء يبتلعه، يعني أنت بس تدخل هذا الشيء ويبتلع هذا الموضوع كله. فماكو شيء اسمه دستور وماكو شيء اسمه شريعة، لا، إما هذه أو تلك. أم كل من يقول لكم، أنا قرأت كثيرا في هذا الموضوع، كل من يقول لكم إمكانية الجمع بين الاثنين هاي فرية لا تصدقوها، وكلها كذبة كبيرة. إما أن نتجه إلى الدستور الحديث الذي يبني دولة حديثة، أو نختار الشريعة، الشريعة التي تختارون. وهنا راح أستشهد بعدنان إبراهيم عند مقولة عن هذا الموضوع، لكن هو يحولها بأنه الشريعة هي ليست يعني من باب أنه هو أدى نزعة إصلاحية توفيقية، لكن أنا لا أتفق مع وجهة نظره، فخلنا نسمعه. ولك مشروع إسلامي كما قلنا نريد تحديد معالم هذا المشروع. يا أخي ضحكوا علينا 50 سنة، يقول لك إيه تطبيق شرع الله، تسأل أي عامي بسيط يقول لك تطبيق شرع الله يعني الرجم القطع الجلد، يا رجل هذا الدين، يا عيب عليكم، يا عيب على هذا الفهم، قزمتم دين الله. مش فقط اختزلتموه، والله مسختموه وقزمتموه، جعلتموه شيئا لا قيمة له. ليه؟ لأن كل آيات التشريع في كتاب الله 200 آية، وهذا عليه جماهير الأصوليين، من 6236 آية فقط عندك، وقلت هذا عدة مرات حيث تحدثت عن الاختزال والاختزال المضاعف والمثلث، 200 آية فقط، 200 آية، يعني جوهر الدين مش التشريع. واحد يقول طب إيش هذا؟ إذا 200 آية فقط هي 200 آية هي آيات التشريع، طب إيش بصير جوهر الدين؟ جوهر الدين تربية وأخلاق وروحانية واتجاه وكدح إلى الله تبارك وتعالى ورؤية كونية عملاقة إنسانية. هذا الدين يا إخواني، دين يا إخواني، مش التشريع وحلال وحرام وفقهاء. اليوم دين الناس فقه، ما في العالم عندهم الفقيه. لو عالم يطلع المنبر يتحدث في قضايا كونية وفلسفية وعقلية وتأمل يقول هذا دين، هذا يتحدث، هذا الدين يا أخي، والدنيا والآخرة والعلاقة مع الرب لا إله إلا هو بشكل معمق، مش بشكل مشائخ مواعظ سطحي ساذج.
فقط قدر على التعبئة أو التجيش ليذبح الناس بعضهم بعضا في اللحظات الحرجة من تاريخ الأمة، ليس هذا. طيب 200 آيات التشريع وآيات القصاص والحدود، آه؟ آيات جلد الزناة والقاذفين، آيات قطع السارق، آيات المحاربين، إيش كم؟ 9 آيات بالتفصيل، يعني هي يعني 4 حدود في كتاب الله في 9 آيات، 9 على 200 على 6236. شوف يعني يمكن بيطلع واحد على 600 ولا شيء زي هيك ولا أقل حتى، شيء مش معقول، مش معقول. وتطبيق الشريعة ليس هذا هو هي شرع الله الذي أراد الله أن يطبق يا حبيبي. من الحدود عليك أن توفر للناس ماذا؟ الحقوق، الحقوق. وأنا أقول لكم كل مشروع يحدثك عن تنمية روحية للإنسان وهو لا يوفر له رغيف العيش الحياة في الحد الأدنى مشروع دجال، والله العظيم دجال، والله العظيم دجال. تعرف لماذا؟ الإنسان لا يمكن أن يفكر في العبادة ولا في ذكر الله وعقله مشغول 24 ساعة كيف يطعم أولاده، لا معاش له، ما في آخرة لمن لا عاش. لذلك فيما يروى أيها الإخوة لا معاد لمن لا معاش له، ما في آخرة لمن لا دنيا له. فتقول ليش مشروع إسلامي؟ مشروع إسلامي إيه؟ فهمني يعني إيه؟ أول ما تقول لي مشروع إسلامي، بدي أفهم إنه مشروع اقتصادي بدرجة أولى، يحارب البطالة، يسدد المديونية، يرفع مستوى الرفاه أيها الإخوة، يوفر الحد الأدنى من حاجات للبشر. عندك خطة في هذا؟ عندك دراسات ممتازة؟ ورجيني، ورجيني. نهجنا، طريقتنا، فهمنا للإسلام، مشروعنا الإسلامي. لا يقال الإسلام هو الحل. شوف الدجال، الإسلام هو الحل؟ أي إسلام؟ شوف الدجال، الإسلام هو الحل؟ أي إسلام؟ الإسلام هو الحل؟ أنت تملك الإسلام؟ واحد يقول لي عجيب، طبعا. انت الان شوف مصر مرجعيات مختلفه تماما. شوف السلفيون في مصر عده اتجاهات وكل اتجاه مرجعيه يختلف عن الاخر، والسلفيون في جهه والاخوان في جهه وغير هذا من المدارس، طبعا اقل بكثير ما لهاش اي ظهور قوي، لكن كلها مرجعيات، وهذه مرجعيه وهذه مرجعيه، والكل يتحدث باسم الاسلام. عن اي اسلام تتحدثون؟ لا باس ان يختلف الناس، هذا شيء جميل، نحن نباركوا ان يختلف الناس، لكن ينتبهوا دون ان يتناحروا، دون ان يتكارهوا، دون ان لا ولذلك الامام او بطريقه غير مباشره، يترقص او الغني جاره، الفقير أكبر إنسان لا كرامة له، شحاذ، الفقير شحاذ مسكين، يشحذ من هذا ومن هذا ومن هذا، ويشحذ إما بطريقة مباشرة في الأغلب أو بطريقة غير مباشرة، يتلقى الصدقات المسكين هذا، الفقير كذاب، متملق مداهن يا حرام، عشان إيه يمشي حاله؟ لأنه فقير، مسحوق، لا دعوة. ولذلك الإمام علي ماذا قال؟ قال ما دخل الفقر بلدا إلا قال له الكفر خذني معك. طبعا مع احترام لعدنان ابراهيم هو كلامه فيه جانب من الصحه، انه 200 ايه هذا كلام صحيح، لا يوجد خطا في هذا الموضوع، ولكنه هو متحمس جدا لقضيه يبدو هو يعرف حق يعني التداخلات اللي بها، انه صحيح هنالك 200 ايه و9 وما الى ذلك من هذا الكلام بالشريعه، لكنها هي هاي الاحكام الموجوده، يعني هو هذا يعني هي الاحكام اللي تتعلق بالناس، لكن بالقضايا الاخرى الأساسية وهي أنه الحكم لله وللرسول، وأطيع الله والرسول، والحكم لله، هو الحكم ليس للإنسان، ولا الأهمية ليست لمصالح الناس، ويعني مصالح الناس هي ممكن من واجبات الحاكم لكنه ليس ملزما بها، الناس هي التي بالعكس هي التي تدفع الأموال للحاكم، وبالتالي هاي مشكلتها وليست مشكلة الحاكم، الحاكم والرجل الدين يأخذ الأعشار والأخماس والزكوات والتبرعات من الآخرين، فهم عايشين على هاي الناس، فبالتالي هو مو واجب أن يخدم الناس، هو واجب أن يأخذ منهم فلوس، فهذا لابد أن يشير لها سيد عدنان، ولأنه يعرف حق المعرفة. أما موضوع الشريعة فالشريعة فعلا هي موضوع سياسي، الشريعة كيف تأسست الشريعة؟ هي أصلا موضوع سياسي منذ البداية، وحتى الأحكام اللي أصدرها الرسول كان في وقتها لأنه هو الحاكم وكان لابد أن يصدر أحكام، فإجوا الآن قالوا أنه لا، أنه هذا الدين هو الأحاديث النبوية هي مصدر مصادر التشريع، والقرآن وكلاهما الدين، يعني الدين الإسلامي قام على الحديث وعلى الكتاب، على القرآن يعني كتاب والسنة، فكلاهما هم منقولان، يعني يتحدث لك عن القرآن، القرآنيين وجماعة القرآنيين مع احترامنا لهم هم يقدمون مشروع أنا أتمنى ينجحون به، لكن هو بالنهاية هو القرآن نفسه منقول، يعني حال الحديث، لا يوجد فرق بين الأمرين، فالقرآن منقول والحديث منقول، وبالتالي اعتمدوا عليهم بالتشريع، وأصبحت بعد ذلك الشريعة الإسلامية، وتم تأسيس الفقه الإسلامي وانطلق وتأسس، والآن أصبحت الشريعة هي نوع من التقليد للشريعة اليهودية، يعني هو كانت فكرة الشريعة بدأت من حمورابي، وتلقى الفكرة حمورابي قبل أوروكاجينا،
يعني بال 2300 قبل الميلاد 2200 قبل الميلاد، وتلقف الفكرة الحمورابي، حمورابي وضعها على مسلة، وأجوا اليهود تلقفوا الفكرة بالقرن السادس والسابع قبل الميلاد عندما سبوهم بابل، وتلقفوا الفكرة قالوا لا احنا شريعتنا على ألواح، هذا كانت على مسلة حجر وقالها على ألواح، صعد موسى على الجبل نزل شافهم يعبدون الأجل كسر الألواح صار عصبي بعدين رجع بعدين الله عوضه جاب له اللوحين حط هاي بها القوانين الشريعة اليهودية اللي هي 613 قانون أو يعني ما أعرف شنو نسيت شو اسمها 613 فقرة وكلهن فقرات يعني بها نسبة كبيرة منها العلاقة بقانون حمورابي، وحتى إذا ما أخذنا قانون حمورابي هي كانت منتشرة بالمنطقة يعني يعني صار ضمن الثقافة العامة، فهي هذا الشريعة جد الشريعة الإسلامية شافت القانون الروماني لأنه هم كانوا احتلوا يعني احتلوا البلدان اللي كانت تحتلها الدولة الرومانية البيزنطية خاصة والفارسية، فالبيزنطية كانت بها القانون الروماني اجت الشريعة الإسلامية سووا الشريعة الإسلامية فاجت دولة جديدة سوت دينار إسلامي سوت ابتكرت لغة جديدة اللغة العربية وقالت هنالك قرآن كتاب مقدس لدينا خاص بنا، وأيضا قالت وصارت القصة كبرت وصارت وصلت إلى ما نحن عليه الآن أصبح الدين الإسلامي الذي نعرفه، فبالتالي يجي السيد عدنان على عيني وراسي ومع احترامي وتقديري له الرجل يتحدث عن موضوع الشريعة، الشريعة هي صارت ودخلت في يعني أصبحت يعني ضمن وجدان الناس ضمن منطقة يعني انتهى الموضوع يعني أصبحت جزء من تقاليد وأعراف الناس وعاداتهم وجزء من اللغة اليومية أصلا وجزء من نمط العلاقات والمعاملات فيما بين الناس، ولا بأس هذا الشيء يعني احنا ما عندنا مشكلة به، بس احنا عندنا مشكلة وين؟ المشكلة أن هذا النظام أدى بنا إلى أوخم النتائج أو خم ما أعرف ترهم أو ما ترهم، المهم فهذه النتائج هي التي معظم المشاكل التي نحن فيها هي بسبب هذا الإسلام الذي الموروث الذي ابترينا به بصراحة، مع احترامنا للإسلام الذي في القلوب أنا دائما أقول لك فرق بين هذه وتلك. الآن مسألة خرافة المطالبات بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور قلت هي أمر غير ممكن مطلقا، لأن ها كلهما كل واحد منهم يختلف عن الآخر، والمشكلة وين؟ المشكلة الأخطر أن احنا تعودنا أن نثمل ونتطوع سكرا وإدمانا على تذوق طعم أمرين، الأول طعم التفكير الخرافي وغير العلمي، والثاني طعم الكذب على أنفسنا وتصديق ما نكذب به على أنفسنا، حتى يعني ممكن القول باتت معدتنا الذهنية والعقلية لا تهضم إلا الأكاذيب إلى حد أنها مستعدة لأن تتقيأ فورا أجمل وأكثر القضايا جمالا ولطفا وصفاء، تستنكر أي شيء جميل ولطيف فقط لأن تعودنا على أن نكذب على أنفسنا ونستنكر كل ما هو خارج ما ثمننا وسكرنا عليه، هنا راح نجد ترقيعة فارغة وفاشلة حتى الآن للتوفيق كالعادة بين ما يقوم به الجمل وما تقوم به الطائرة، وهذه الترقيعة الجديدة تسمى الفقه الدستوري، ويعني ماذا يعني هذا؟ يعني العلم بالدستور ضمن موضوع القانون فيما يعنى الفقه الإسلامي بالعلم بالأحكام الإسلامية، هذول أصحاب هاي فكرة الفقه الدستوري هذول يعني الخلطة هاي يعني ميكسشر هذا بين الخلطة يعني خلطة بيطة، هذول يعتبرون أن من أسس هذا الفقه من أسس هذا الفقه الدستوري هو الرسول الكريم عبر ما بات يعرف بدستور المدينة، يعني حولوا الاسم وثيقة المدينة حولوها لدستور المدينة وقالوا أنه ممكن نستنبط منها أشياء، وهؤلاء اتهموا يعني لم يكفوا بهذا جماعة الفقه الدستوري اتهموا حكام الدول العربية بأنهم غيبوا الفقه الدستوري هذا عمدا، واعتبروا يعني أن هذه الأنظمة هي أنظمة استبدادية حرمت الشعوب المطالبها،
كما شفنا بداية الفيديو الحلقة، الناس نطالب بالشريعة، الشعب يريد الشريعة، فيعني الطالبان حصلوها والداعش حصلتها والكثيرون طلعوا يهتفون بالشريعة، هم ما يعرفون شو قضية. بس المهم هذول يقول إن الحكام هم اللي حرموا الشعوب من مطالبها العامة أي الشريعة، وكأن الشريعة يعني هذه اللي يطالبون بها ليست استبدادية، يعني يتهمون الحكام بأنهم مستبدين لأنهم لا يطبقون الشريعة، وفي الوقت نفسه شريعتهم هي قمة الاستبداد. أصلا إذا كان أكو استبداد فالاستبداد أرحم من استبداد الديني، لأن الديني يأخذ الروح والجسد وليس ولا يكتفي بالجسد فقط. يعني كأنما الشريعة يعني الشريعة تقتر يعني حريات وحقوق وديمقراطية. الآن الاستنتاجات النهائية لكل ما تقدم من الحلقة الأولى لموضوع مقاصد الشريعة وهاي الحلقة الثانية والأخيرة. أولا أن الكارثة ليست في الشريعة إنما في من يتمسك بها، ليس حبا بها إنما خوفا من مفارقتها، والأسباب اجتماعية يعني متعلق بالعلاقات وجاهة، وأيضا أسباب اقتصادية تتعلق بالرواتب والمصالح وما إلى ذلك، وأيضا أسباب سياسية لها علاقة بالصراعات والمسائل الأمنية وما إلى ذلك. الاستنتاج الثاني أن شعوبنا أصبحت مخصية بمعنى الكلمة إنسانيا وعقليا، يعني الإخصاء هو جسدي لكن الآن الإخصاء أصبح إنساني وعقلي بمعنى الكلمة كما قلت. فهي هذه الشعوب وكلت أمرها للشريعة كليا، وباتت تفعل كل شيء وتحمل الدين والرسول والله وزر كل شيء. جميع الجرائم الآن والانتهاكات والسفالات تلقى على عاتق هذا الإله المخطوف الذي الصامت الساكت الذي لا ينطق، وأيضا على عاتق نبيه الرسول الذي بات لا حول له ولا قوة إلا بما ما يصفه رجال الدين كبيرهم وصغيرهم. المعنى أن هؤلاء جيروا كل ما تراث الرسول الذي أيضا اختلط فيه الصحيح عن غير الصحيح، وأصبحت هذه الشريعة هي تتحدث بسم الله، لكنها تقوم هذه الشريعة تفعل كل السيئات باسم يعني يفعلها رجال الدين بقراراتهم بفتاواهم بتصرفاتهم، لكنهم عندما يجد الجد يقولون هذا أمر الله. يعني تخيلوا حتى الله هم يلعبون اللعبة على من جهتين، من جهة مع الله مع المقدس ويلعبون مع الناس، بهم من الجهتين هم رابحين. ويجب هذا وحده موضوع إراد لحلقة منفصلة سأتفرغ لها مستقبلا. الاستنتاج الثالث أن مقاصد الشريعة مسألة وجدت لهدر المزيد أو أقصى قدر ممكن من طاقات شعوبنا وأمكاناتها. لكن السؤال، من يعرف ما هي مقاصد حماة الشريعة هؤلاء؟ أيضا ما هو رأي المؤيدين لإقامة الشريعة؟ وهل أن الشريعة من الضروري أن توضع من قبل إله أم من قبل البشر؟ أنا اللي أعرفه أن الشريعة والدستور إن الناس فيما بينهم عندهم مصالحهم الخاصة فهي توضع من أجلهم، يعني فما ما علاقة الإله بالموضوع؟ يعني إذا هذا الإله خلقنا، أنا الإله خلق مجموعة من الناس أو أنا صنعة الأشياء، هذا السيستم يشتغل لوحده، يعني هو بيناتهم أكو نمط من العلاقات، فأنا ما مصلحتي أنه أتدخل فيما بينهم، يعني أنا أتدخل في صالحهم، إذا ما أتدخلت في صالحهم أو إذا أتدخل تنثار المشاكل بزيادة فما جدوى التدخل. المهم هذا موضوع ممكن واحد شعبي. الاستنتاج الرابع، خلنا نتفق وهو منطلقة يبدأ من فكرة أنه خلنا نتفق أن الشريعة ضرورية، فتعالوا نشوف تطبيقاتها وحتى نقيمها، يعني لا بس شريعة ضرورية وهي فعلا هكذا. فالشريعة مو الشريعة بكلمة عامة، الشريعة التي تم تنفيذها، الشريعة مهما كانت تسمية في جميع الدول جميع الشعوب الإسلامية قصدي، فتم تنفيذها
سواء فشلت او لم تفشل ما لنا علاقه هنا. الشريعه موجوده هي، التي فشلت في التطبيق فهذا مشكلتها يعني، مو مشكلتنا يعني. يعني ما لا نعطيها تبريرات لانها فشلت، هو الفاشل فاشل فاشل لانه ما عرف يدبر حاله يعني. فلو كان ناجح كان نجح. فخلينا نشوف تطبيقات هذه الشريعه و تطلع، خل تصير بدل ما نسوي مؤتمرات لمعرفة يعني مصادر الشريعة أو مقاصد الشريعة، فعلينا أن نعقد مؤتمرات لتقييم هذه الشريعة وتطبيقاتها. ما الذي، ما هي نتائجها؟ تطبيقاتها مثلا داعش فرضا، تطبيقاتها مثلا يعني طالبان، تطبيقاتها ولاية الفقيه في العراق وإيران، تطبيقاتها حزب الله في هذا، تطبيقاتها القاعدة في سوريا وجماعة الجهاد في سيناء ومصر أو في ليبيا أو في الجزائر، جماعة بالتسعينات اللي مات 100,000 شخص بسببها، أي تطبيقات، تطبيقات القاعدة أو تطبيقات يعني الدين الذي نشره السلفيين في السعودية والإمارات والإخوان في مصر. هاي التطبيقات خلينا نتفق انها كلها زينه، كل هاي الجهات هي جيده. ما هي النتائج على الارض؟ هل تقدمت الامم؟ هل شفنا امه واحده، مجموعه واحده او حتى مدينه واحده تقدمت؟ لا توجد. لم تسفر هذه كل هاي الجماعات عن اي شيء له نفع، بالعكس دمرت شعوبنا وافسدت عقول شبابنا وحرقت كل فرص المستقبل وما تبقى منها الا القليل، وما علينا الان الا ان نحافظ على هذا القليل ونرجع وننميه ونسقيه بفكرنا وعقلنا المنفتح الذي لا يقبل ان يراهن على قضايا خاسره. الاستنتاج الخامس ان عموم الناس موافقون على تطبيق الشريعه، ولكن هاي الموافقه هي حقيقيه؟ لا، هي مو نتيجه قناعه، لا نتيجه خوف، اما خوف يعني يدرك استحاله تطبيق الشريعه او استحاله انه ان لا حاجه لها، او الخوف من قبل اناس مساكين مؤمنين موالين ولا يعرفون ما هي القضية، أنهم غير مدركين، هم يتعودوا أنه الحاكم يقول شيء، الشيخ يقول شيء، يسيرون خلفه دون نقاش. فهذا أيضا خائف من مخالفة سيدة أو شيخة، فهذا هو خوف بالنتيجة حتى لو كان هو مؤمن، هو خائف. الاستنتاج السادس هو الإنسان المسلم وكل شخص خاضع لحكم استبدادي هو بالضرورة شخص فاقد للقدرة على التفكير، وبالتالي هو يمارس الشر دون أن يشعر، هو فقد القدرة على التفكير. وهي ممكن حنا أرندت الألمانية اشتغلت عليها شغل كبير، واتضح بأنه الإنسان يحمل الله المسؤولية، بينما أن مثلا أتذكر بأيام صدام، أيام هتلر، أيام ستالين، دول المستبدين الكبار، الموظفين يذبحون، يمكن يذبح لمليون شخص أو يصدر أمر بذبح وتعذيب مليون شخص، لكنه بدون يعني متبلد، بدون إحساس، ويفعل هذا الشيء بدون أن يعني كأنما شيء لا قيمة له، أو لا يشعر بالفرق بأن هذا ما يفعله هو شيء شرير. لا، هذا السميه حنا أرندنت سمي تفاهة الشر، وهي أصلا ماخذ الفكرة من الشر الجذري اللي كانت إيمانويل كانت. فهو تحول من الشر الجذري اللي موجود داخل الإنسان إلى أن تحول الشر التافه، هذا الشر الذي واحد يجيني أمر من هتلر مثلا وأنا موظف أو مسؤول، أصدر أمر بقتل 1,000 أو 2,000 وتعذيبهم تعذيب شديد بدون أن أشعر بأي شيء وبدون أن يكون لدي نزعة للشر. يعني هي هاي الفكرة العظيمة التوتاليتارية اللي تزرعها الأحزاب الإسلامية والمنهج الإسلامي الموروث، لا عن الإسلام الذي في قلوب، دائما أفصلوا بين الموضوعين. هذا اللي يخلي الإنسان يجي يقتل مثلا، يجي يفجر نفسه بسوق بأطفال ونساء ومجرد أنه واحد يكرهه يعني. هذا يعني يفقد القابلية على التفكير أو القدرة على التفكير، رغم أنه هذا الإنسان شوفه في حياته العادية هو إنسان طيب ولطيف
وما عنده أي مشكلة، وإنسان خير. يعني كما يقول أوبنهايمر إنه الدين أو التوتالية أو العقيدة تجعل من يعني الشر موجود عند الناس جميعا، لكن ماذا يفعل الدين أو العقيدة؟ تفعل إنه بإمكانها أن تحول الإنسان الجيد إلى إنسان شرير، لكنه أيضا حتى لو صار شرير هو ما يشعر بالموضوع. فهذا موضوع أنا راح أخصص له حلقة منفصلة، موضوع آرندت، لأنه مهم جدا، وهو في يقع في صلب واقعنا العربي الإسلامي، بل نحن نعمل به يوميا، ونقتل ونسلب ونفعل الأعاجيب يعني صغارا وكبارا، مسؤولين وشيوخا وما إلى ذلك، ولكن بعد ذلك نحمل الله المسؤولية، نقول احنا أبرياء، احنا أطعنا الله والرسول، احنا ما لنا علاقة، احنا سوينا الشيء هذا مجرم، هذا كافر، هذا كذا، هو بأمر الله والرسول، بس احنا نذبحه وهذا ما لنا علاقة، هو نعلقه في رقبة الله والرسول. تخيلوا حجم الابتزاز، يعني ابتزاز مزدوج، يعني انت تمارس الشيء ما تريد، وبعد هذا موضوع إرادة بحث مطول. والاستنتاج الآخر هو أن الشريعة كمفهوم هي بالنسبة للإسلاميين جميعا هي مو مجرد عقوبات وحدود، مثل ما قال، يعني عكس ما قال شو اسمه الشيخ عدنان، هو قال لنا 200 الشريعة عقوبات وحدود، لا، هي الشريعة مو بس عقوبات وحدود، لم يكن دقيقا في كلام سيد الشيخ عدنان، لأن كل ما يتعلق بالمعاملات سواء بين الحاكم والمحكوم أو بين الناس هو شريعة، كذلك الشورى هي شريعة، أما الدستور بمعنى الحديث فهو قانون أعلى يحدد العلاقات بين الأفراد المجتمع والحكام. من هنا فأن الدستور يجب أن يستخرج من العقيدة الإسلامية وليس العكس، هذا بمنطق الجماعات الإسلامية، ثم يوضع هذا الدستور الذي يستنتج من العقيدة كقاعدة في مسألة الدولة وإداراتها، بعد ذلك يجري إدخال الأحكام الشرعية ضمن الدستور الكلي. أما صلب الشريعة فهو تضمين الدستور طريقة الحكم وانتقاله من شخص إلى آخر على أساس يعني كما يدعون التشاور. طبعا آل الشيخ السلفي، آل الشيخ في السعودية، الشيخ أقر عدم جواز الاحتكام إلى قوانين وضعية باعتبار أن هناك أكو آية كريمة تقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لاحظوا إلقاء المسؤولية على الله، هم يسوون كل شيء، بعد ذلك يلقي الكرة في ملعب الله ويحملها المسؤولية، وهو يقول لك هو مقدس، وهو يطلع بريء بالنهاية، هو يقشمر بالناس، وحتى رب العالمين حشى الله يخدعون الله في بهذه الطريقة، يخدعون الطرفين، يعني لعبة مزدوجة عجيبة غريبة، لكن الناس مع الأسف لحد الآن لم يدركوا هذه اللعبة، ولم يدركوا بأن لا الله والرسول قادرين الآن أن يعودوا أن يأتون ويقولون نحن بريئون مما يجري، ولا الناس قادرين على أن ينطقوا، ومجرد أن ينطق واحد يقولون عليه هذا كافر زنديق، و تهجم عليه الحشود والغوغاء وتسحقه. أختم وأقول بأنني أعرف أن هذه الشريعة هي مفروضة بالقوة على الناس وعلى الجميع طبعا، وأن من يفرضها هم الشيوخ المهيمنين على روح وعقل الشارع منذ قرون، وعليه أنا راح أترك الجميع الناس وأسأل هؤلاء الذين يهيمنون على العقول والأرواح والأجساد، أقول لهم يا شيوخ، هل فقدتم القدرة على النظر والحكم السديد؟ لماذا تتجاهلون حقيقة أن التاريخ سيحاسبكم كما حاسب الذين من قبلكم؟ أي كما حدث مع يعني الكهنة المسيحيين والبابوات المسيحيين في القرون الوسطى. إلى متى تلقون بالمسؤولية على الله وتبرئون أنفسكم؟ وإلى متى تلقون المسؤولية على الله مرة وعلى الناس في أخرى؟ من الإله الحقيقي هنا؟ من الذي يتحكم بكل شيء؟ من الذي يتحكم بالناس ويتحكم بالله نفسه وبالنبي نفسه وبالأنبياء جميعا أيضا؟ وحتى لو توصلنا من خلال الكلام إلى أنكم تعتبرون أنفسكم آلهة، فهل هذا لا يتطلب منكم أن تكونوا جديرين بهذه الرتبة على الأقل؟ يعني على الأقل ليس لصالح العبيد كما تسمو أو الدهماء
أو الغوغاء الذين أو العامة بأفضل تسمية لكم أو الرعية، بل على الأقل لصالحكم أنتم نفسكم، لأنكم لو بقيتوا بهذا الجبروت وهذا الاستبداد وال يعني والغرور الذي أنتم فيه، فسيأتي يوم ينتفض عليكم الجميع كما حدث في الباستيل في فرنسا، وقالوا يعني معروفة الأحداث ممكن أن تشهدوها بأنفسكم. ربما الآن أنتم فرحانين وتشعرون بالانتصار، لكن هذا الانتصار يدفع ثمن أحفادكم، وطبعا يدفع ثمن الجميع، لكن أنتم نفسكم راح تدفعون ثمن أحفادكم، وكل ما حصلتوه يمكن أن يسقط في لحظة واحدة. المهم كما يبدو أننا وكما يعني كما بدأت أرى وأشعر بأن احنا شعوب ما زلنا شعوب خائفة مرعوبة، فيها جبن، نسبة كبيرة من الجبن، هذه الشعوب تخاف من مواجهة نفسها، فماذا تفعل؟ تهرب من المواجهة لتخول ربها بالقيام بكل شيء بدلا عنها ومهاجمة كل من يختلف معها، وهي في الحقيقة تهرب من نفسها وتخشى اكتشاف أنها مختلفة مع نفسها أصلا وليس مع الله ولا مع الآخرين. آسف على طالة ومع السلامة.